التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة أستاذ أحمد. إن شاء الله هنلاقيها. طمن بس أنت، طمن وطمن والدتك. يا أستاذ هشام إحنا مش هنهدى غير لما تبقى آية قدامنا. قول له ما يجيبوش سيرة للحيزابونة مرات خالك. وبعد إذن حضرتك مفيش داعي أبداً حد يعرف من خيالك إنها هربت وإننا بندور عليها. هو ده اللي هعمله؟ مفيش داعي خالك يعرف كمان. ده الموضوع اللي كفاية اللي إحنا فيه. لما آية تبقى ترجع بالسلامة إن شاء الله. يعني ايه معذورة؟ يعني معذورة يا نجيب؟ أمه وقلبها وكلها على بنتها؟ فتقوم تكلمك عشان تكلمي هشام ينزل يدور على بنتها بعد اللي تعرف ده ما تعرف؟ ما رضيتش تكلموا على طول، مش عايزة تقرطصني أكتر من كده، مفروض إن دي الأصول. أنت إزاي يا زيزي قدرتي تقولي لي هشام يعمل كده؟ كان لازم يكون في مرة أخيرة يقابل البنت عشان ينهي علاقته بيها. حبيت إنها تكون بعلمي. مش ممكن يا زيزي، طاقة الغفران دي كلها مش ممكن تكون موجودة غير في الملائكة. أنا مش ملاك يا نجيب. الموضوع ده لو اتكرر تاني هثبت لكم إن أنا مش ملاك. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك.
مش سهل عليا برضو، بس ولا أهلك ولا مراتي يستحق. أنت أهم من أهلي وأهم من أي حد. يا ريتنا كنا لوحدينا في الدنيا. أنا فكرت وقررت، أنا مش عايزاك تسيب، أنا مش هسيبك ولا أنت تسيب مراتك. وقولها إن إحنا نهينا كل حاجة ونقعد في البيت ده أو بيت الفيوم أو بيت جديد خالص، وتجيلي وقت ما تقدر. أي اللي بتقوليه ده مش واقعي، اللي بتقوليه ده صعب إنه يتحقق. لا واقعي ومش صعب. خلاص أول ما عرفوا هتبطل تحبني؟ مين قال إني هقدر؟ ومين قال إني مش هتعب وهعاني؟ الحاجة الوحيدة اللي هتصبرني إن القرار ده في مصلحتك أنت قبل أي حد تاني. مصلحتي إزاي يعني؟ إحنا علاقتنا دي مفيش أي منطق ولا أي حد بيفكر في الدنيا يقبلها. ما ينفعش. إحنا علاقتنا دي عاملة زي حلم. حلم إحنا سرقناه من أهلك ومن مراتي. بس بعد اللي حصل ده إحنا لازم نفوق. لازم تعيش حياتك بشكل طبيعي، يعني زيك زي اللي في سنك. أنا مش هبقى مستقبل لأي حد يا آية، ولازم نفوق نحقق أهلك ومراتي اللي إحنا نرجع لهم. أعتذر. نعتذر واحنا ندمانين. يمكن يقدر يغفر لنا. ما تتحججش بقى، انت خايف مراتك تسيبك. انا عمري ما قلت لك اني هقدر انها تسيبني. لكن تقدر تسيبني انا. ومن كتر ما خايف عليها بطلت تحبني. انا عمري ما هبطل احبك. معلش يا شزازي بس. ايوه يا عيدها. ايوه قدامك كتير. لا 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 مش هتاخر. بحبك. وانا عطية كان أكبر مني بخمسة وعشرين سنة. كنت لسه عيلة صغيرة في بيت جدك. كان جوز نعيمة اللي بتجيب لنا الزبدة والبيت في البلد. لما كانت بتبقى عيانة ولا والدة كان بيجي من غيرها. أول ما شافني حط عينه عليا. ولما كان يجي من غيرها كان يجيب لي هدية. عقد بلاستيك
عنقود ملبن، إزازة ريحة. حبيته من غير ما أحس. عرض عليا يتجوزني عليها وأنا وافقت، ولما جدك رفض هربت معاه واتجوزنا في السر. خلي بيت على أول البلد عندهم، وكان كل ما يعرف يهرب من نعيمة وعيالها كان بيجيني. في الأول كان بيعرف كتير قوي قوي، لما راحت الزهوة بقى يجيني كل فين وفين. لما حبلت اتجنن وحلف عليا يمين طلاق لو ما سقطتش. لما رفضت وعنيت قام عليا زي الطور الهايج ونزل فيا ضرب لحد ما سقطت. كنت بين الحياة والموت. لما شافني بروح منه خاف قوي، وقعد جنب مني بالأيام وما سألش في نعيمة وعيالها، ودي حاجة ما كانتش بتحصل. كان ندمان، كان بيفوز رجلي من الندم. بس أنا بقى كنت خلاص كرهته وخفت منه وما عدتش بحبه زي الأول. ولما شميت نفسي قام الصبح لقاني طفشانة، ورجعت بيت جدك وانا بلع 100 جزمة في بوقي. انا ما كانش ليا لا اب ولا ام. كنت فاهمة انهم حيدفنوني بالحياة على عملتي. لقيت امي بتاخدني في حضنها وتعيط كأن ضلاها كان ضيع منها ورجع لها. جدك وقف لعطية ولا كأني بنته اللي من صلبه، لحد ما طلقني منه وقطع رجله هو ومراته، وما شفتش خلقتهم من يومها. ما فيش سند للبنت غير أهلها وعزوتها صدقين. ومن وقتها كرهت صنف الرجالة وقطعتهم، ووهبت روحي لأمك وليكم. لما بقى أهون عليا ينقلع العين ولا إن ناموسة تقرص حد فيكم. عارف ان حبيبه بتيجي تخرجني هنا؟ المصحف الشريف. ينفع اخوك ينتهي بالمطاف ان هو يجي يخرج في القناطر؟ عجبني المكان اصلا، كرييتيف. وينفع تخبي عليا موضوع زي هشام ده؟ لو كنت حكيت لك عمرك ما كنت هتفهم. من امتى وانا مش بفهم ايه؟ مفيش حاجة تتحكي قوي. أنا اللي حبيته الأول، هو كان رافض. وإيه اللي خلاه يوافق؟ حبينا بعض. أنت ممكن أعرف الحب ده وصل لفين؟ متخافيش، أنا جاي هنا ومستعد أسمع أي حاجة. محدش خاف عليا أكتر منه. ده اللي خليك تحبيه؟ مش عارفة، حبيته. ما هي ده مش حب يا حبيبتي. ده حب، والله حب. المهم ان احنا خلاص سيبنا بعض، ورجع لمراته ورجعني ليكم. انا ما يهمنيش هو رجع لمين، انا يهمني دلوقتي اختي اللي قاعده قدامي. انت ايه يا حبيبتي؟ ما ينفعش تكون رقم 2، انت احسن من كده بكتير. انت مش شايفه نفسك؟ I'm not very late صح؟ لا يو ار تو ايرلي طبعا. انا قلت يعني اديلكوا وقتكم عشان تتكلموا براحتكم. انت حكيت لها؟ صراحة قلت لها، بس قلت لها ما تحكيش. بس انت عارفه ما شاء الله حبيبي، بس فيري سمارت. على فكره المعوزه خبي حاجه بعرف اخبيها كويس. اثبتي لي كده جدا. انا بس حبيت ارفع الحرج ما بيننا وبين انك اني عارفه من الاول. انا عايزاكي تعتبريني اختك الخامسه، تستأمنيها وتقولي لها على كل حاجه انت عايزاها، وكل اسرارك هتكون في بير، ولا حتى اقرب الاقربين هيعرفوا.
انا عملت لك شويه بفتيك وحشي بدنجان هتاكلي صوابعك وراه. بدنجان؟ قالت كده؟ امال انت فاكره ايه بيبه؟ طب ايه ده بلاك ولا وايت؟ حضرتك عايزين؟ ايوه. لسه ندمانة ومكسوفة من نفسك؟ أكيد. طب بصي بقى، أنا لا فارق معايا إن باباكي راح اتحايل على العميد، ولا حتى فارق معايا توسلاته للدكتور سعد. مش ده اللي يخليني أرجع في قراري. بس أنا عارفة إنك اتعلمتي وفهمتي دلوقتي إن المحاضرات واستكشن زي الصلاة، ليها احترامها. آه والله اتعلمت. أنا عادة ما برجعش في قراراتي، بس هرجع المره دي. بس اختي ايه قالت لي انك رحت لها قعدتي تعيط لها وتتذللي لها، وهي ترجتني عشان اسامحك، وانا ما برفضش لاي طلب. انا متشكره جدا يا دكتور. مره واحده كمان هتتصرفي تصرف غير لائق، مش هقبل باي وساطه مهما كانت. حاضر. ويا ريت تروحي تبلغي كل زمايلك الكلام ده. حاضر هبلغ. شكرا. اتفضلي. على اذن حضرتك. صحيح الكلام اللي انا سمعته ده؟ انت تراجعتي عن قرار رفضها؟ العفو عند المقدره. انا كل يوم اهدائي بيكي بيزيد عن اليوم اللي قبله. عن اذنك انا متاخره. ثواني بس، خمس دقايق. انا قررت اني اعوطل على محلك، لان واضح انك مش واخده بالك من تلميحي او عامله مش واخده بالك. فنان، أنا كل يوم إعجابي بيكي بيزيد عن اليوم اللي قبله. وإحنا مش صغيرين، أنا قعدت مع نفسي وفكرت، لقيت إنه مفيش أي مانع يمنعني من إني أصارحك. أنت عارفة عني كل حاجة، واللي أنت عايزة تعرفيه أنا ممكن أحكيهولك. أنا كنت خاطب مرة قبل كده وما حصلش نصيب، ومن ساعتها ما حصلش أي انجذاب للطرف الآخر لحد ما شفتك. وعلى حد علمي يعني انك مش مرتبطة او في اي حد في حياتك، صح؟ انا فعلا ما فيش حد في حياتي، ومش عايزة يكون في حد في حياتي. عشان كده انا هعمل نفسي ما سمعتش اي حاجة من اللي انت قلتها، وياريت تفضل محافظ على مساحة اننا زمايل وبس. عن اذنك. لقيت كل الكتب اللي كنت بدور عليها؟ لا، انا ما كانش في كتب بدور عليها، انا لقيت بس روايتين شدوني فجبتهم. انت لقيت الكتب اللي كنت بدور عليهم؟ اه خلاص انا كده تمام. انت هو ده جد بقى موضوع لايف كوتشنج ده؟ ايوه يا ابني طبعا، خلاص هبتدي كورسات الاسبوع الجاي. ممكن تعتبريني اول حاله عندك؟ مالك؟ أنا حاسس إن أنا بتهرب من وجهة آية. متلخبط كده، مش عارف أقولها إيه، ولا أتصرف معاها إزاي. يعني أنا عايز أعاقبها، بس في نفس الوقت حاسس إن أنا بطبطب عليها وأحاول أفهمها. مش عايز أوديها المعهد تاني عشان ما أشوفش هشام ده، بس برضه مش هقدر امنعها من اكتر حاجه بتحبها في حياتها عشان ما تبقاش زيي. انت فاهماني؟ بص، هو في المشاكل دي احسن حاجه تعملها ان انت تمسك العصايه من النص. امسك العصايه من النص اعمل ايه ازاي يعني؟ انت مش عارفه ايه بالنسبه لي ايه؟ هي دي مجرد طفله. انت فاهم يعني ايه طفله تخش علاقه زي دي؟ لا بس على فكره مش ايه هي اللي طفله، انت اللي طفل. انت اتخضيت كده ليه؟ انا قصدي ان انت بريء ونظيف، عشان كده انا عارفه ان انت هتعرف تتصرف صح. شوف انت حاسس ايه اللي صح واعمله. يلا بينا. عمري ما كنت اتخيل ان شادي يتخلى عني في موقف زي ده. دا
ده بيقرا مسجاتي ومش بيرد عليا. معذور يعني ايه؟ خلاص مش قادر يستحمل. انا فاهمه، بس انا ما تعودتش احكي لحد غيره. خلاص بقى، ده كان ايام زمان، دلوقتي احنا كلنا حواليكي واولهم انا، مستعده اسمع اي حاجه في اي وقت. انا اصلا هموت اعرف ازاي هشام ده ضحك عليكي كده. بس هشام حبني، ما كانش بيضحك عليا. طيب اوعديني بس ان الموضوع ده خلص، اوعديني. طب العبي. عاملين ايه يا بنات؟ كويسين قوي. قوي قوي يعني؟ انا جاي اعتذر عن اسلوبي اخر مره، بس انا فعلا ما قدرتش استحمل لما شفت حضرتك بتمد ايدك عليا. يعني انت شايف انها المفروض ما كانتش تتضرب؟ لا، وبعدين حضرتك انا جاي اعتذر عن اسلوبي مش عن وجهه نظري. طب طبطبتوا عليها وكافئتوها على عملتها دي؟ اه طبطبنا عليها وفهمناها وفهمنا منها، عشان احنا عندنا في البيت بنفهم بالعقل مش بالضرب. لو انت بسم الله ما شاء الله عاقل قوي. بحاول اخاله يعني. ما قلتليش يعني انا جاي؟ لا، ما هو ماما كلمتني وقالت لي ان خالي وبيلا عايزين يشوفوني، فجيت زي اي ولد متربي بيسمع كلام الكبار. اقعد يا طبعا انا مش راضي، مش عاجبني تصرفات كتيره سواء منك انت او من عمه اختك السودا، لكن عشان ازمات ما تزيدش منا قررت اسيبكم تحلوا مشاكلكم من غير ما تدوش دماغي. انا عندي ما يكفيني من دوشه. تمام جدا طبعا، حقك عيني العقل، بس ده مش معناه اني هسمح باي وضع غلط انه يستمر. انا هديكم فرصتكم، ولا الامور فضلت عوجه هتدخل بطريقتي. سامي من فضلك خلينا نتكلم في الموضوع اللي احنا جايبينه عشانه. انت طبعا عارف ان فرح جالي قريب. بجد والله؟ لا طبعا انا ما كنتش اعرف. مبروك. ما كنتش تعرف ازاي؟ انت ما قلتلوش؟ لا زي ما قلت له يا خالي طبعا. بص انا عارف ادم مطير ومش مركز. قبل ما انسى، المبلغ ده هديه فرح جالي عشان تجيبوا انت وامكم واخواتكم ونقصكم من الهدوم يوم الفرح ده. لا يا خالو، احنا عندنا الهدوم اللي تشرفنا عشان عرك. لو كنت بتعرضوني ما كنتش عزمته. امسك. شكرا يا خالو. على فكره بقى، توفي وجالي واصحابها بيقولوا ان انت بتعمل جو في الافراح يجنن الموسيقى بتاعتك، وان انت موضه الايات. اهو موضه اهو، مش بعرك يعني. توفي يا سيدي هي اللي عامله لسته الاغاني اللي عايزين يسمعوها في الفرح، مجنونه مزيكا زيك. طبعا كان المفروض تقعدوا مع بعض وترتبوا كل حاجه، بس هي سافرت مع اختها عشان يجيبوا العزم للفرح هم كمان. مفهوم. رجعوا بالسلامه ان شاء الله. ادم دي لسته الاغاني اللي هم طالبينها، يا ريت تلحق تخلصهم في الكام يوم دول. تمام اكيد، بس مش توفي وجيلي وصحباتهم قالوا لحضرتك ان انا اللي بشغل البلاي ليست بتاعتي؟ هو ده اللي مخليني موضه. لا ما كنتش اعرف. لا ولا يهمك ولا يهمك خالص، انا ادي نمرتي الويدنج بلان اللي انتوا جايبينه وانا هتصرف. كده اريح كتير. ده شرف ليا والله. خالي بعد اذنك احنا هنرجع ايه المعهد. نعم. ايه غلطت وعارف غلطتها واحنا دلوقتي كلنا حواليها. وحضرتك مش هنضيع مستقبلها برضه عشان غلطه عملتها. ما تبقاش سخيف يا احمد وترجع تدوش خاله بالامور اللي هي بتاعتنا احنا بس. خليك ذوق. خالك خد قرار ان هو مش عايز يتدخل. خليه ينفذ قراره. ها يا جماعه كنا بنقول ايه بقى؟ فرح طفي. جيلي، معقولة يا آدم تطلب فلوس من خالك عشان تلعب لهم شوية مزيكا في فرح البنت؟ أيوة، أطلب فلوس عشان شغلي أحسن بكتير من هو يدينا فلوس عشان نروح نشتري بيها لبس. أنا آسف يعني يا ماما، بس خالي كان سخيف قوي النهاردة وبيدينا الظرف اللي فيه فلوس، خصوصا قدام برلانتي. قوي، وبعدين أنا مش فاهم أنت إزاي أصلا خدت الفلوس. كنت عايز نقول له لأ يعني يا آدم، عايز أزود النار اللي بيننا وبينه. هو خالكوا بيبقى جليات ساعات.
لكن ما نقدرش بقى ننكر وقوفه جنبنا بعد ابوكم ما مات. وبعدين هو عصبيته دي عشان خايف عليكم وعلى مصلحتكم. لا يا حبيبتي، هو مفيش حد يخاف على مصلحتنا اكتر مننا. وبعدين هو بيدينا فلوس عشان يبقى عمده البيت، واحنا مش عاوزين عمله. يا ادم لو سمحت اتكلم عن خالك الطف من كده، خصوصا احتمال قريب قوي يبقى حماك. انا مين يا باشا؟ عارف يا دكتور سيد انه قلت لك حاجه؟ قلت له ايه؟ اصل خالي عايز يجوز طفي بنته لادم. هو قال لك كده؟ اه، قال لي كمان انها بتحبه وبتموت في دباديبه. طب دي البنت زي القمر، متربيه احسن تربيه. متربيه ايه دي هبله؟ وبعدين انا فهمت دلوقتي عشان كده كان مش راضي يبقى سواق. انت عارف البنت دي متقدم لها عرسان قد ايه في البلد؟ ايوه يا حبيبتي، انا مالي؟ تروح تختار واحد منهم او تولع بجاز. بيلا خليفه توفي وجيلي دول خلفه جولدن ريتريفر، دول مش بني ادمين والله. قرب عليا وخد ثلاث اربع حاجات، خد قلبي مني، خد عقلي بالساعات، وانا ما افتكرتش في كده من مكان. دي حكايه تتعمل مسلسلات، احساس كده قالوا بيعمل معجزات، خلانا اجمع واسمع معلومات. عينيكي مقلوعه من وسط راسك وقعدها مع الترابيزه، شكلك مفضوح قوي. مالكوا قاعدين كده ليه؟ ما تقوموا ترقصوا مع بنات خالكم. لا انا مش عايز اقوم، الفرح مليان زباين والمصنع لو قمت هقعد بقى يتكلموا في الشغل، انا مش ناقص قرف. ما تقومي ترقصي شويه. انا لو عايزه اقوم هقوم. شوفوا الاهتمام الاوفر ده، ممكن تعملوا عادي؟ معلش يا صوفي، ما بحبش حد يقف قدامي وانا بشنط. وانا ارقص هناك باخد نفسي، بقالي ساعه برقص مثلا. بقول لك ايه؟ البلاي ليست اللي انت بتلعبها احلى مليون مره من اللي انا بعتها لك. ما انا عارف، اكيد طبعا. دي ايه؟ انا قلت برضه مين اللي بتبعت لك بوسه دي؟ طب روحي بقى خديها، يلا بتحبي التراك ده قوي. يلا اوكي عشان خاطرك بس. لا 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 حدوته. مش معقول. ازيك؟ مبروك يا روحي. بجد كنت هزعل جدا لو ما كنتوش جيتوا. انت فاهمه يعني ايه ان هشام يوافق انه يلبس بدله ويجي فرح؟ انت متخيله يعني ده ممكن يكون خامس فرح تقريبا يحضره من يوم فرحنا. عشان عاوز يشرفنا بوجوده. لا العفو العفو يا بيلا، الف مبروك الف مبروك. ميرسي يا حبيبي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل. أنا بقى كنت متأكدة إنهم حقيقي. عايزين نسلم على العروسة. العروسة بترقص مع أصحابها. يا حبيبتي زي القمر. ميرسي يا قلبي، ربنا يخليك. على إذنكوا. أبدأ. مساء الخير يا جماعة، إزيكم؟ مساء الخير. إزيك يا أحمد، عامل إيه؟ إزيك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي، فينك؟ انا تحت امرك، موجود. وماما فين؟ للاسف عندها برد النهارده فما قدرتش تيجي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي. مش عايزين اركز معاك ازاي وانت زي القمر كده. هاي عقبالنا في المشمش. ايه ده؟ مش الراجل ده اللي بيطلع في التلفزيون؟ ده توفيق عبد العزيز بتاع الحديد. واللي معاه ده نادر ابنه. دول اهم معارضين عند خالد النهارده. بينهم وبين شغل كتير قوي. واضح ان هو مهم كمان عند عبد السلام. ما هو بيشتغل في المقاولات. بيشتغل في كل حاجه. روح اعمل درينك وارجع لك. طب بترجع ليه؟ بتروح تلعب مع اصحابك شويه. لا انا رازق لك النهارده. مين يجي معايا الحمام؟ انا هاجي معاك. يلا يلا. هو مال ابن بتاع الحديد ملزق قوي كده؟ ده لو قال على فلوس ابوه يكون استحاله.
الست اللي أصبى من عيالها دي؟ اللي هي مين؟ المدام اللي انت قاعد جنبها من أول الفرح؟ طيب هخش أنا الحمام عشان محصورة قوي، فكرتني باللازي مضى. المدام اللي أنا قاعد جنبها دي مرات فريت وهدان سريقنا. لا وباين عليها صاحبتك انت كمان قوي. مش انت قلتي لي اتعامل رسمي عشان الاولاد والناس؟ ايوه ده في العموم، مش معانا احنا بس، ومع باقي ستات الفرح كلهم صنف صنف. كل ستات الفرح المفتريه؟ عموما انت حر، انت نجم مجتمع وليك معجبينك. وانا معجب بمين؟ والله. طب خلاص هقعد جنبك مش هتحرك. لا طبعا اوعى تعمل كده. انت ازاي فضلتي اجمل ست في عينيا كل السنين دي؟ ازاي؟ وبعدي على العمال بتوع المصنع وشوفوا اذا كانوا محتاجين حاجه، انا مش فايقه لهم. طيب بس توفي، ايه ده نادر؟ عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. ايه ده مش انتي اللي كنت بتلعبي بيانو في حفلة الكونسرفاتوار اللي فاتت؟ انا. ازيك؟ هاي انا نادر. انا نادر. ايه بنت عمتي. واخت ادم. انتوا عيلة فنية كلكم. انا وادم بس. مبروك. الله يبارك فيك. ثانك يو. يلا يا جماعة الجر. هيدا. طب ايه مش طافي معاهم ولا ايه؟ خليكي. لكن بقى في لحظة وخاف
يا بيكره وده بقى.